الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. قواعد غروبنر. جميل جدا العرفان بالجميل، فلقد أثر البروفيسور النمساوي برونو بوشبرغر تسمية اكتشافه لقواعد غروبنر تبعا لأستاذه البروفيسور ويلفان غروبنر بدلا من إطلاق اسمه شخصيا عليها. تعتبر قواعد غروبنر من أهم المواضيع الجبرية والهندسية وأكثرها تطبيقا في مختلف العلوم عامة وفي شتى التخصصات الرياضية خاصة. سنتعرف عليها وعلى أحد تطبيقاتها في الهندسة الجبرية. أسس نظرية قواعد غروبنر العالم الرياضي النمساوي بوشبرغر في الستينات أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه، حيث أطلق عليها هذا الاسم نسبة لأستاذه المشرف عليها وهو الرياضي النمساوي غروبنر. وكان لها من الأهمية أن طبقت في ميادين رياضية كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر الهندسة الجبرية والجبر التبادلي ونظرية مثاليات كثيرات الحدود، نظرية اللامتغيرات، برهان نظرية الأتمتة الهندسية، نظرية التشفير، برمجة الأعداد الصحيحة، التوابع الهندسية الزائدية، علم الإحصاء. لماذا قواعد غروبنر؟ سنفرض فيما يلي أن كي حقل ما من أحد أهم تطبيقات قواعد غروبنر حلها لمسألة الانتماء إلى مثاليا ما I في الحلقة كي بعدة متحولات X1 إلى XN. فعلى الرغم من تعميم خوارزمية القسمة في ساحة المثاليات الرئيسية K التابعة لـ X على الحلقة بعدة متحولات K من X1 إلى XN والاعتماد على تمهيدية ديكسون ونظرية القاعدة لهيلبرت، إلا أنه لم يتم حل مسألة انتماء كثير حدود ما F لحلقة K بعدة متحولات X1 X2 إلى XN إلى مثاليا ما مختلفا عن المثالي الصفري I محتوى في هذه الحلقة، إذ كانت هنالك مشكلة تعيين باقي القسمة بشكل وحيد، وسنبين هذا في المثال التالي. لنعتمد الترتيب الهجائي على الحلقة R التي تساوي للحلقة K، ولتكن F1 تساوي Y مربع ناقص 1، F2 تساوي X مضروبة بالY ناقص 1، F تساوي X مربع زائد XY مربع زائد Y مربع كثيرة حدود من R. بتقسيم كثير الحدود F على F1 ثم على F نجد F تساوي X زائد 1 مضروبة بF1 زائد X F2 زائد 2X زائد 1، ولنرمز لباقي القسمة NX زائد 1 بR1. أما إذا قسمنا F على F2 ثم على F1 نجد F تساوي X زائد 1 مضروبة بF2 زائد 1 بF1 زائد X زائد Y زائد 1، ولنرمز لباقي القسمة X زائد Y زائد 1 بR2. نلاحظ أن R1 لا تساوي R2، مما يدل على عدم وحدانية تعيين باقي قسمة R، حيث أنه يعتمد على ترتيب كثيرات الحدود التي نقسم عليها أيهما أول. باستخدام قواعد غروبنر نستطيع تعيين R بشكل وحيد ودون أن تتأثر بترتيب كثيرات الحدود التي نقسم عليها. كي نستطيع عرض تعريف قاعدة غروبنر وذكر مثال على كيفية حل المسألة الأنفة الذكر، لابد من التعرف أولا على علاقات الترتيب على أحاديات الحاد في الحلقة K وبعض المفاهيم والمصطلحات. الترتيب الهجائي الليكسوغرافيكي، لتكون الأشعة ألفا هي AAN بيتا BBN من تنتمي إلى ZN، نقول أن ألفا أكبر من بيتا بالترتيب الهجائي الليكسوغرافيكي إذا كان أول عدد مختلف عن الصفر من اليسار في الشعاع الفارق A إلى B ينتمي إلى ZN موجبا، ونكتب X أس ألفا أكبر من X أس بيتا بالترتيب الهجائي الليكسوغرافيكي إذا كان ألفا أكبر من بيتا بالترتيب الهجائي الليكسوغرافيكي. إن أشعة القاعدة النظامية للفضاء المتجهي PN حيث X تساوي 1 0 إلى 0 و XN تساوي 0 0 إلى 1 تحقق أنها مرتبة بالترتيب الهجائي الليكسوغرافيكي. الترتيب الهجائي المدرج، لتكون الأشعة A A1 إلى AN
بي بواحد إلى بي إن تنتمي إلى زد، نقول إن A أكبر من B بالترتيب الهجائي المدرج إذا كان القيمة المطلقة لألفا أكبر من القيمة المطلقة لبيتا بالترتيب الهجائي الليكسوغرافيكي، والقيمة المطلقة لألفا تساوي القيمة المطلقة لبيتا، أو القيمة المطلقة لألفا تساوي مجموع مساقطه والقيمة المطلقة لبيتا تساوي أيضا مجموع مساقطه. الترتيب الهجائي المدرج العكسي، لتكون الأشعة ألفا A1 إلى AN، بيتا B1 إلى BN تنتمي لZN، نقول إن ألفا أكبر من بيتا بالترتيب الهجائي المدرج العكسي إذا كان القيمة المطلقة لألفا تساوي مجموع مساقطه أكبر من القيمة المطلقة لبيتا التي تساوي أيضا مجموع مساقطه، أو القيمة المطلقة لألفا تساوي القيمة المطلقة لبيتا وأول عدد مختلفا عن الصفر من اليمين في شعاع الفرق من ألفا إلى بيتا سالبا، ونكتب X أس ألفا أكبر من X أس بيتا بالترتيب الهجائي المدرج العكسي إذا كان ألفا أكبر من بيتا بالترتيب الهجائي المدرج العكسي. بعد أن عرفنا التراتيب السابقة على أحاديات الحد في الحلقة K، نستطيع أن نرتب كل كثير حدود F ينتمي إلى K. فمثلا إذا كان F تساوي 2X مربع، فمثلا إذا كان F تساوي 2X أس 4 ناقص Z أس 5 زائد XY مربع Z مربع تنتمي إلى K XYZ، فإنه يكتب وفقا للترتيب الهجائي بالشكل F تساوي NX أس 4 زائد XY مربع Z مربع ناقص Z 5، وفقا للترتيب الهجائي المدرج بالشكل التالي F تساوي XY مربع Z مربع زائد 2 BX أس 4 ناقص Z أس 5، وفقا للترتيب الهجائي المدرج العكسي بالشكل F تساوي ناقص Z أس 5 زائد XY مربع Z مربع زائد 2 BX أس 4، حيث حدود F مرتبة تنازليا في جميع التراتيب السابقة. ليكن F تنتمي إلى K كثير حدود مختلفا عن الصفر، وأصغر علاقة ترتيب على أحاديات الحد في الحلقة K ستعبر الرموز التالية: Multi degree F يساوي max A تنتمي إلى ZN حيث A ألفا لا تساوي الصفر. LCF A multi grade F تنتمي إلى K. LMF تساوي X multigraded F. LTF تساوي LCF بLMF. المثالية أحادية الحد، سنفترض فيما يلي أن I مثالي ما محتوى في الحلقة K ومختلف عن المثالي الصفري إلا إذا أشرنا إلى خلاف ذلك. نقول أن I أحادي الحد إذا وجدت مجموعة جزئية A تنتمي إلى ZN من الممكن أن تكون غير منتهية، بحيث يتكون I من جميع المجاميع المنتهية على A من المجموعة A ل HA XOS A، حيث HA ينتمي إلى الحلقة K، ونعبر عن I في هذه الحالة بالشكل التالي: I تساوي X أس ألفا حيث ألفا تنتمي إلى A. بفرض I مثالي غير صفري، نرمز ل LTI بالمجموعة التالية: LTI تساوي مجموعة CX أس ألفا حيث F تنتمي إلى I، LTF هي CX أس A. نرمز ل LTI B المثالي المولد بجميع العناصر المجموعة السابقة. ليكن I مثاليا ما محتوى في الحلقة K، عندئذ LTI مثالي أحادي الحد، توجد G1 إلى GS تنتمي إلى I، بحيث LTI تساوي LTG1 إلى LTGS. نقول إن المجموعة المنتهية G G1 إلى GM تنتمي إلى I، قاعدة جرومنر لI إذا تحقق الشرط التالي: LTG1 إلى LTGM تساوي LTI. خواص قواعد جروبنر: إذا كان I مثاليا ما محتوى في الحلقة K، وكانت المجموعة G G1 إلى GM قاعدة جروبنر، وF كثير حدود ما ينتمي إلى الحلقة K، فإنه يوجد R وحيد ينتمي إلى الحلقة K يحقق الخاصتين التاليتين: جميع حدود R لا تقبل القسمة على أي من LT G1 إلى LT GM. يوجد G ينتمي إلى I بحيث يكون F تساوي G زائد R،
حيث R هو باقي قسمة F على G بغض النظر عن كيفية ترتيب عناصر G أثناء إجراء عملية القسمة. أيا كان كثير الحدود F، سنرمز لباقي قسمته على المجموعة المترتبة L F1 إلى Fm B F خط L. أما إذا كانت L قاعدة جروبنر فإنه لا أهمية لترتيب عناصرها. ليكن F و G كثيري حدود مختلفين عن الصفر ينتميان إلى K، إذا كان ألفا ملتي ديجري F وبيتا ملتي ديجري F، نرمز بشعاع لمدا، لمدا واحد إلى لمدا N، حيث كل مسقط من مساقطه هو القيمة العظمى للمسقطين اللذين في نفس ترتيب الشعاعين ألفا وبيتا. ندعو X أس لمدا المضاعفة المشتركة الأصغر لـ LMF و LMG، نرمز له بالرمز X أس لمدا LCM LMF لـ LMG. نسمي S كثير حدود لـ F و G كثير الحدود التالي S FG X أس لمدا على LTF مضروبا بـ F ناقص X أس لمدا على LTG مضروبا بـ G. نظرية أو معيار بوشبرغر يفرض I مثالي و جي 1 لجي ام تنتمي لك مجموعة ما عند إذن جي قاعدة جروبنر لآي مرافق اس للأسي جي تساوي الصفر من أجل كل المساقط غير المتساوية الترتيب، كما وضع بوشبرغر خوارزمية من أجل إيجاد قواعد جروبنر باستخدام برامج جبر الحاسوب وغيرها. خوارزمية بوشبرغر إذا كان آي يساوي من F1 إلى F I غير مساوي للصفر مثاليا ما، فإننا نستطيع إيجاد قاعدة جروبنر له بعدد منتهي من الخطوات كما في الخوارزمية التالية input F تساوي F1 ل F I output جروبنر paces G G1 إلى G I for I such that F تنتمي ل G G تساوي F repeat G فتحة تساوي G for each pair P Q P لا تساوي Q إن G فتحة do S تساوي S P Q G فتحة if S لا تساوي صفر then G تساوي G اجتماع مجموعة S until G تساوي G فتحة. ومن حسن حظ من يحتاج قواعد جروبنر في أبحاثه عامة وجبريين خاصة إنه يمكن إيجاد قاعدة جروبنر صورة، وهي أيضا مبرمجة في برامج الحاسوب المختلفة والتي سنذكر بعضا منها فيما يلي. قاعدة جروبنر المختزلة المخفضة إن قاعدة جروبنر المختزلة لمثاليا ما I هي قاعدة جروبنر له G تحقق الخاصتين التاليتين LCG تساوي 1 إذا كان G ينتمي ل G. أيا كان G ينتمي ل G فإن جميع أحاديات الحد فيه لا تنتمي للمثالي LTG G. إذا كان I لا يساوي الصفر مثاليا ما، فإن قاعدة جروبنر المختزلة له بالنسبة لترتيب معين موجودة ووحيدة. كيفية إيجاد قاعدة جروبنر؟ لنوجد قاعدة جروبنر للمثالي I F1 F2 تساوي X مربع ناقص 2 XY X مربع Y ناقص 2 Y مربع زائد X، معتمدين الترتيب الهجائي المدرج. نبحث فيما إذا كانت المجموعة F تساوي F1 F2 قاعدة جروبنر لآي. نلاحظ LT S F1 F2 تساوي ناقص X مربع لا تساوي الصفر، وبالتالي فإن المجموعة F ليست قاعدة جروبنر لآي. إن S F1 F2 تساوي ناقص X مربع تنتمي لآي، وباقي قسمته على F يساوي ناقص X مربع لا تساوي الصفر، لذلك نضيفه إلى المجموعة المولدة F فيصبح لدينا F F1 F2 F3. نلاحظ الآن أن S F1 F2 F تساوي الصفر، ولكن F4 S F1 F3 F تساوي ناقص 2 XY لا تساوي الصفر، لذلك نضيفه إلى F فتصبح F F1 F2 F3 F4. وبتكرار الإجراء ذاته نجد أن قاعدة جروبنر لـ I هي F1 F2 F3 F4 F5 تساوي X مربع ناقص 2 XY X مربع Y ناقص 2 Y مربع زائد X ناقص X مربع ناقص 2 XY ناقص 2 Y مربع زائد X. سنعرض الآن أحد التطبيقات الهامة لنظرية قواعد جروبنر.
مسألة الانتماء إلى مثالي. استطاعت نظرية قواعد جروبنر مع خوارزمية القسمة أن تحل هذه المسألة، وهي I ينتمي إلى K X1 XN مثاليا ما، وكان G تنتمي إلى K X1 XN كثير حدود ما. نستطيع معرفة فيما إذا كان G ينتمي إلى I أم لا. G تنتمي إلى I حيث G G تساوي الصفر. لنأخذ في الحلقة R تساوي X X Y Z. جي واحد إكس بزد ناقص واي مربع، جي اثنان إكس أس ثلاثة ناقص زد مربع تنتمي لآر، جي تساوي ناقص أربعة إكس مربع واي مربع زد مربع ناقص واي أس ستة زائد ثلاثة زد أس خمسة تنتمي لآر، وآي جي واحد جي اثنان تنتمي لآر. معتمدين الترتيب الهجائي المدرج، هل جي تنتمي لآي؟ نبحث فيما إذا كانت مجموعة جي واحد جي اثنان قاعدة جروبنر لآي. نلاحظ أن الحد الرئيسي لكثير الحدود S جي واحد جي اثنان يساوي ناقص X مربع Y مربع زائد Z أس ثلاثة. LT S جي واحد جي اثنان يساوي ناقص X مربع Y مربع لا ينتمي للمثالي LT جي واحد LT جي اثنان X Z X أس ثلاثة. وبالتالي G1 G2 ليست قاعدة جروبنر لآي. بما أن G1 G2 ليست قاعدة جروبنر لآي، نوجد قاعدة جروبنر له بحساب قاعدة جروبنر المختزلة المخفضة لآي. وفق الترتيب الهجائي المدرج نجد أنها على الشكل التالي: G G1 G2 G3 G4 G5 تساوي XZ ناقص Y مربع X أس 3 ناقص Z مربع X مربع Y مربع ناقص Z أس 3 X Y أس 4 ناقص Z أس 4 Y أس 6 ناقص Z أس 5. بقسمة G على G ذات الترتيب الهجائي المدرج نجد أن باقي القسمة معدوم. G تساوي ناقص 4 X Y مربع Z ناقص 4 Y أس 4 مضروبة بجي واحد زائد صفر مضروبة بجي اثنان زائد صفر مضروبة بجي ثلاثة زائد صفر مضروبة بجي أربعة زائد ناقص ثلاثة مضروبة بجي خمسة زائد صفر، مما يعني أن جي تنتمي لآي. يعتبر إيجاد قواعد جروبنر مع خوارزمية بوشبرغر من المفاهيم الأساسية في الجبر بغية إجراء حسابات أكثر تقدما في الحسابات الجبرية. بغية إجراء حسابات أكثر تقدما في الهندسة الجبرية كنظرية الإبعاد وفي الإحصاء وفي نظرية التحكم والهندسة وعلم الأحياء الجزيئي وغيرها، كما أنه من أجل إيجادها بدقة في حالة الحسابات الطويلة والمعقدة يمكننا الاعتماد على برامج الحاسوب كوكو أي، ماكلوري 2، ماجما، سينجولر، ميبل، ماثيماتيكا. لقد كانت تجربتي الأولى في قواعد جروبنر في العام 2006 حينما وجهني البروفيسور أنطوان شامبرلوار حديث العضوية في المعهد الجامعي في فرنسا مشكورا لإجراء دراسة عنها. أتمنى أن تحمل كل الفائدة لكل باحث ومهتم في الرياضيات وتطبيقاتها المختلفة.